السلام عليكم، حياكم الله، معاكم كوش ياكو. هذه حلقة جديدة من نايت اوف ذا ديد. اليوم ان شاء الله راح نحاول نكمل بناء البيس. طبعا قبل ما نسوي اي شيء لازم نحط لنا صناديق، نحط الاغراض الزايدة، لازم نحط صناديق كثيرة جدا عشان ما تضايقنا زي ما تضايقنا في الحلقة اللي قبل اللي فاتت. ياب كان زي ما شفتوا ما عندنا موارد، مضغوطة جدا وهذا، فبحاول اني اشتغل اكثر ما اقدر على الصناديق والترتيب وضع كله. خلاص الحين يلا عاد نرمي الاغراض الزايدة ونبدأ نروح نجمع خشب وموارد. ما شاء الله المنجنيق قاعد يدافع عني زي ما شفتوا. يب يب شايفين المنجنيق من هناك قاعد يدافع عني. شو هذا الهاجمين؟ اوه شيت، شو البيس؟ اوه يلا خل راح نزين بس السور. يلا رحين نطلع فوق ونطلع من الجهة الثانية عشان نعدل على المدخل حق شو اسمه البيت، لأن بصراحة ما زي ما انتم شايفين. الحين تشوفوا معاي، ثواني بس. الحين شايفين هنا أنا أبغى أحاول إني ألف شو اسمه البيس بلفة كذا، بس إذا حطيت زي ما انتم شايفين بيلد فلور هنا، شايفين لو بنزل الحين ينزل بالأرض، ما أبغى ينزل بالأرض، راح أرفعه شوي. تقريبا كذا، ايه شوي بس، ياب كذا راح اخليه تقريبا ثلاثة، بعدين انزله شوي مرة ثانية، لكن زي ما انتم شايفين كذا راح اسوي. بعدين بيلد راح احط لي سلم من الجهة هذي، بيلد ستيرز. اوكي الحين ننزله شوي. اوكي ياب هذا هو ممتاز. الحين لا ننسى نطوره لأن بصراحة ممكن تجي هجمة. ثواني مسامير بسرعة، لازم نروح نجيب بسريع مسامير بسرعة شيء. اوكي يلا بسم الله الحين نطوره. ممتاز، هنا في نقدر نحط هذا فخ هنا. اوكي ننزله شوي، تمام هنا كمل. ممتاز جدا الى هنا. الحين نحط لنا سلم لا ننسى، بيلد ستيرز. طبعا ما راح تبين لكم هذه ايش اللي انا ناويه اسوي الا ان شاء الله بعدين. اوكي خلينا نحط لنا السلم هنا عشان يقدرون يطلعون، واحنا نطلع من الجهه هذه. نحط لنا سلم ثاني، بيلد ستيرز. ممتاز جدا، ايش في ما يفر ذا؟ يب هذا فر. اوكي ممتاز جدا، الحين عاد نطوره. تمام جدا، الحين خلصنا هذا. زي ما انتم شايفين راح اشيل هذا اللي هنا كله، ما احتاج الحين ستة. اوكي لا ننسى نطور هذيلا، لا ننسى نطوره. ثواني مو هذا، يب هذا هو عشان راح يحترق اذا ما طورته، لكن الحين الحمد لله نقدر نحط لنا فرامه هنا، فرامتين اذا بغينا. اوكي ممتاز، كل الوضع حلو. كانت عندي مشكله هنا بس الحمد لله انحلت زي ما انتم شفتوا. عادوا هنا راح اسوي شيء ان شاء الله في الحلقات الجايه راح تشوفونه معاي، لكن الحين راح نبدأ نروح نسوي لنا فرامات. راح اسوي لي كذا فرامة وارجع لكم. اوكي ادري كذا يكفي ولا لا، لازم نحاول نطور الجدار اللي هنا السور عشان ما تكسر علينا، لكن زي ما انتم شايفين الحين الوضع ممتاز، وراح تكون هذه القاعدة حقتنا. وما ادري ايش راح يصير في هناك، يعني شوي شوي يمكن ابدأ اشتغل عليه.
فما أدري إيش راح يصير حاليا، إلى الآن ما قررت. إن شاء الله شوف شلت كل الشجر، ما بقي شجر هنا. أوكي زي ما أنتوا شفتوا الحين خلصت من البيس، بس يبي له تعديل هنا في مشكلة، بس الوضع مرة حلو. طيب الحين راح أبدأ عاد أشتغل إن شاء الله في الحلقة الجاية، يعني بأي وقت الحين خلاص خلصت يعني. راح أطور هذه الأساسات عشان ما يهجم علينا أحد، وراح أحاول إني أطور هذا الباب، لكن الحمد لله الوضع تمام جدا. خلينا نشوف من فوق. حلو خلاص تقريبا هذه خلاص تكون نهاية الحلقة المخصصة للبناء. راح الأيام الجاية راح تكون شغل على راحتنا وبهدوء من غير ما احنا مستعجلين، نبني على راحتنا. زي ما انتم شايفين خلصت هذا حق الألفخ، خلنا قفينا يمكن أحسن، الضوء مرة عالي. أوكي بس وتقريبا هذا هو، إن شاء الله راح نشوف وش يصير من ناحية الهجوم حق الزومبيز بإذن الله. أعتقد إني حطيت الفخ هنا، شكله راح أحطه هنا المرة الجاية عشان يضرب شو اسمه. شكله لازم أحط فخ هنا على هذا، شايفين يعني هذا وهذا، لأن شو اسمه اللي ترمي الأسهم شايفين قاعدة تطلق وما تلحق تصيب. شكلي راح أنزل لين تدخل الساعة تدخل الساعة الثانية وبعدين راح أرجع بسرعة. شوي وات الحمد لله اللي ما مات. شفتوا كيف واقف قدامي؟ مصيبة. يمكن ننتظر هنا شوي لين تدخل الساعة الثانية بدنا نتحرك. اوكي ريلود ريلود، يلا كل شيء تمام، خلنا نطلع فوق. يلا بسم الله، الحين نحط شغلة مال الجميع. اف بس هذا اللي عندي بس. يلا الحين بعد النابض، يب شوفوا بدا الهجوم، شايفين من الساعة 2 يبدا هجوم هذيلا. الباب الباب الدرج شيت، شوفوا هذا كل هذيلا. أخيرا أخيرا عاد ما بقي لهذي اللي يمشون متأخرين، هذي لما أخر من وصل للحفلة. يا حرام. يلا طلعت قلت خلنا نروح ألوت، لقيت هذا لقيت مستشفى، فأبغى أروح أشوف إيش موجود فيه هناك. يلا راح ننظف المنطقة هذه. طبعا زي ما انتم شايفين لفلت شو اسمه الكروسبو حقي صار ليفل 4، شايفين الهوسبيتال؟ هو شوفها شيت الجزار هذا عندي، وانا ما عندي شد مرشاش.
عندي طلقات شت هذا البوت، خلينا نسمع لنا كذا طلقة قبل نتقاتل معه. أوكي يلا بسم الله. تعال. شوف أقدر كم أضربه في الطلقات ويموت. صلي صلي صلي. وات ضرب جنبي. سيء جدا البولت. وين؟ شت شت شت. وين تحملها؟ تحمل الضربة. شت شت تحمل الضربة، تحمل. جاء لمي هاجم. شت ظنه فعلا. خلنا ننط فوق هذه. لا ما اقدر انط. والله باقي بعمره ما هو ميت. حسبت ان البولت ساعد، ولا ولا ساعد ولا شيء. شت ذبحيه. كيف عشتي عشتي عشتي. تيك اون. اوكي كم شو اسمه الدامج. اوكي عندي بس 137 برانش. اوكي يلا خلينا نشيل نشوف المستشفى ايش فيه. في واحد ثاني؟ لا اهو. ابغى ادخل المستشفى هذا. طيب هذا هو حطيته. يلا خلينا نشوف وش فيه. بسم الله. توقعت يوم اني الفلها انه تكون قوي مره، يعني ضربتين وهو ميت الزومبي. ضربة قصدي، ضربة هميت. ترى ولا شيء بصراحة. قهر. وشيت. سلام لو معي الموتى فالحين. تاز. كان اسمع صوت احد قاعد يركض. خلنا ناخذ اسهمنا. اوكي هذه فوق الطاوله واقف دكتور. اوكي ايش في هنا؟ في شيء؟ اوكي ما في لوت. طيب ايش في مكان اللوت؟ من وين راح نبدا؟ يلا بسم الله نقتل ذي. تمام حلو جدا. يلا خلنا ندخل غرفة غرفة. اف بسم الله. هذا في صندوق، اكيد في زومبي هنا. لا ما في الحمد لله. يلا بسم الله. اوكي يلا شوف هذه ايش فيها. ما في شيء الا هذا فيه. حلو اكيد طبعا. تيك اول ممتاز. خلنا ناخذ هذا حق الطاقه، يمكن سبحان الله ما ادري ايش يصير. بنحاش ولا شيء. بسم الله اشوف ايش في هنا. ما ينفتح، ما ينفتح شيء. يلا شوف هنا ايش فيه بعد. اكيد يطلع في زومبيز هنا. لا ما شاء الله والله ما في لا زومبي ولا شيء. غريبه دائما المستشفيات اصعب شيء. غريبة فعلا ما في احد. شفت في شيء على الطاولة. شو هذا؟ اوكي لوت. 12 ريسيرش بيبر. وات اول كان ورقة واحدة الحين 12. ممتاز والله ما حسبته كذا. والله كان ما شلته لكن الحمد لله اللي فتحته. يلا خل نروح الجهة الثانية شوف ايش فيه. صوته مرة تهزل الأعصاب صراحة. انتبه على الوقت. بسم الله. اوكي ما في أحد. هنا كان في صوت شيء. يب. هذا قوي. مصيبة من مشكلة معي. حتى.
إيه عندي هذه. قال لي تذكرت. تعال. وين قاعد يحفر بس؟ ورجعنا اتذكر كان في صندوق لوت هنا. وين راح هذا هو؟ اوكي طبعا تيك اول باز. ناخذ هذه. ما في شيء ثاني. نو نيد تو ريبير. هذه ينفتح خلينا نشوف ايش فيه. اوه والد شيت. كيف ضربني ذا؟ كيف ضربني؟ ضربي بطنه بس. اوه في واحد ثاني بعد. بطيء جدا. الاثاث ماسك الزومبيز. في اقعد. شت. اي ما في لوت. تبع الوقت. لا ننسى الوقت. شت شكله ما في لوت. ضيعت وقت على الفاضي. يلا هذا دكتور. ممتاز. في شي هنا. تبع على الاسهم بعد. يلا خلنا ناخذ السمنة عشان ما ننساها مرة ونكمل. في شيء؟ ما في أي شيء يستاهل. يلا خلنا نتحرك. منين جبت ملابس؟ خلنا نشوف ايش فيه. اوه سنيكرز حلو. نغير ملابس الجزمات العادية. اوه هذا صندوق الحمد لله اللي شفته. تيك اول. الشرطة بصراحة تصدقون مركز الشرطة افضل. في لوت اكثر وفي رصاص اكثر. ابغى اطلع برا. اوكي ما في شيء برا هذا. يلا خلينا نطلع. هذا هاجم عليه. اه جو هجموا. هذا اللي يهجمون زومبيز اللي يهجمون خلال اليوم ولا لا؟ يب صح. شنو هذول؟ هذا جديد. هذا اللي ظهره في شيء ظهره. لوت اوكي ما في لوت. خلنا نسوي له ريبير. جاي على السايلنت. ويل يب هنا ما في شيء. خلنا نطلع. وهذا بعد ايش في جاي على السايلنت؟ انحاش شيء. تغيروا ولا لا؟ تغيروا زومبيز ولا لا؟ والله كأنهم صايرين على السايلنت. برا يلا خلنا نطلع فوق نشوف ايش فيه. اوكي هنا اتصور فيه بس ما راح افتش الحين. خلنا ندخل هنا نشوف ايش فيه. شايفه شي؟
اكيد راح انسى اشياء كثير. اوه شيت. اوكي ادري اني لعبت برصاص بس هذا قوي ما يموت بالهين. ترى والله اني قاعدة على اعصابي، اعصابي ترجف من جد، الصوت مرة مزعج. اوكي بلاز تيك اول، ما تنسى اني اخذهم اساسا. خشف هذا الشيء ذي ومنهم اساسا. اوكي عادي اقسام مستشفى كثيرة. لا لا بليز ولا عباطل، استغفر الله. صلح لي الابواب. وين اللوت؟ ابي المكان اللي فيه اللوت. شكلي لازم ارجع مره ثانيه هنا ونلوت بعد، يعني مره كبير شكله. عندي منه هذا المضرب اللي من شوي عندي منه. اوكي هذا حلو. اوكي اوه شوف هذه 15 وات، نفس الصناديق. هذا ما تنفتح، هذا ما تنفتح، هذا ينفتح. اشوف اللي على الطاولة، ما اقدر اسوي فيهم شيء. اوكي تيك اون. يب يلا خلينا نتحرك. اوكي سنيكرز راني. اوكي راح البسها هذي احسن. اوكي اقعدي سكر عليك الباب، ما في شيء ثاني عندي اساسا. هذا ما ينفتح وهذا ما ينفتح. ليتس جو. هذا فتشته، هنا في شيء. بسم الله على القدر الرحمن الرحيم. منين جيت انت؟ وين مريحك؟ ايش فيهم كذا؟ صار يخرعون. والله يخافون والله. اقدر انط؟ لا ما اقدر. قاعدين يجون من الجهة الثانية من المستشفى. هذا المستشفى لازم ارجع له مرة ثانية. كم عندي نقاط؟ كم عندي انا اصلا؟ هذه شوي يوصل 700. اوكي شكلي راح اكمل تفتيش ونطلق. اوكي خل نشوف ايش في فوق. شت يعطينا سنيك اتاك، تصدقون؟ المفروض يعطونا سنيك اتاك اذا ضربته ما يدري. اوكي اوكي واللي هالمستشفى والله مش كبرى فعلا. جنرال هوسبيتال مستشفى اهم. اوكي خلاص هذا اعلى مستوى تقريبا، 3-4 ادوار. اشوف ايش في هنا. ما في لوت، ما فيش لوت. شايف ولا اي شيء؟ او هذا زعيم او بوس. راح اشوف ايش في من فوق. انفتح شي. اوه
كم عندي رصاصة؟ فرقهم فيها. يلا بسم الله. طيب هات اللوت، هات اللوت. اوه شيت، فيه زعيم ثاني. اوكي يلا خلنا نرجع للبيس. حسبت الجزار، طلع فيه ثلاثة هناك ورا زامبيز، هنا زعيم. يلا خلاص خلاص، ليتس جو. بدا الصوت العجيب هذا. اوكي لقيت لي دب، خل نذبحه. بسم الله. اوكي حلو، وصلنا البيس خلاص، هانت الحمد لله. اوكي يلا خلنا ندخل نطور البيس ونقعد ننتظر لين يدخل الهارد ان شاء الله. اذا جت الموجة الثانية نرجع لكم. حلو الحين الحمد لله قدرت اوفر زي ما انتم شايفين معاي منجنيق ثاني. بسم الله، هذا هو ممتاز جدا. الحين صار عندي 2 منجنيق وعندي طلقاتهم جاهزة. واخيرا واخيرا بدا الهارد. معليش شفت العيد الا شوي. شيت. بسم الله. اوه شيت، ان شاء الله ما يكون عندنا احد. شيت حطيت 2 منجنيق زي ما انتو شايفين بدا الهجوم. شوفوا الفخاخ، حطيت فخاخ كثير هناك. طيب ليش هذا ما يشتغل؟ يلا الاثنين قاعد يشتغلوا، ممتاز. طورت مع هذا شو اسمه الاساسات الحديد بس مو كلها، طورت اللي عليها الضغط، لاحظت اكثر شيء عليها ضغط. غيرت مكان شو اسمه هذيل الفرامات عشان يساعدون الكلاسايد اللي ترمي الاسهم. اوكي شوف الضغط وين. واو واو فعلا. كثير كثير زامبي اليوم، جو عجيب صراحة. خل نشوف شو اسمه. الساعة لسه بدري. حسيت اني رحت فيها، قعدت ازين شو اسمه الفرامه وهجموا علي زومبيز، اضطريت اني اطلع ونحاش بينهم، ما لحقت اصوره معليش. بالقوة اللي قدرت اعيش زي ما انتم شايفين الدم حقي ناقص، تقريبا خلاص انتهى الهارد. يب باقي الزعيم هذا اخر شيء. اطلع. يب هذا تقريبا هذا اخر شيء. ها ما شاء الله ما شاء الله، بصراحة الحمد لله. كذا تكون نهاية حلقتنا اليوم، يا رب تكون عجبتكم. لا تنسوا تحطوا لايك وشوفكم الحلقات الجاية. معاكم كوشياكو، فمان الله. والله شويك بموت اليوم من جد، بس كذا هل قد وموت.
بالنسبة للشسمة الآخر يوم ما أدري شكله راح أغير موعد متى آخر يوم من اللعبة إذا ما مت من 50 أتوقع 50 كثير فإيش رأيكم أقل من كذا كم تبون وأنتظر تعليقاتكم في الكومنت اقتراحاتكم يلا سلام.